بعد مفاجأة رانيا يوسف لجمهورها بأغنيتها الجديدة تعالوا نعرف مع بعض أبرز نجوم الفن اللي اتجهوا لعالم الغنى. في الزمن ده ما بقيناش بنستغرب لما بنشوف فنان فجأة قرر يخش في عالم الغنى، ليه لأ؟ في النهاية الفن واحد مهما كانت وسيلته، بس السؤال اللي بيشغل الناس هل كل واحد فيهم نجح ولا العملية بقت زي لعبة الكراسي الموسيقية، كل واحد بيحاول يلاقي مكان بس مش دايما بيلاقيه. خلينا نبدأ مع رانيا يوسف اللي كانت المفاجأة الأكبر لجمهورها مؤخرا. رانيا اللي عودتنا نشوفها في أدوار جريئة وقوية قررت تغير الموجة وتنزل بأغنية جديدة اسمها ليك، بس الجمهور لسه متردد، هل دي هتكون بداية ناجحة في عالم الغنى ولا مجرد تجربة وهترجع بعدها للتمثيل؟ وطبعا ما ننساش أيتن عامر اللي رغم تألقها الكبير في التمثيل من وهي صغيرة وانطلقت من وقتها لعالم السينما والدراما وحققت نجاحات كبيرة في مشوارها الفني، ولكنها قدمت بعض التجارب الغنائية أبرزها خطفت رجالة وأغنية بناقص، وأبرز الأغاني ست وأنا بالمشاركة مع أكرم حسني في مسلسل ست وأنا، وخلال الأيام القليلة الماضية قدمت أغنية جديدة بعنوان مثيرة للجدل. ولكن أيتن ما حققتش النجاح المتوقع لحد دلوقتي في عالم الغنى بحجم موهبتها الفنية، أما ليلى زاهر هي أصغر الموهوبات اللي قررت تدخل عالم الغنى، طرحت أول أغانيها كلمة أخيرة لكن للأسف ما حققتش النجاح اللي كان متوقع منها، يمكن ده يخليها تعيد تفكير قبل ما تجرب مرة تانية. أما سمية الخشاب هي برضو من الفنانات اللي جمعت بين التمثيل والغنى لكنها واجهت صعوبات في النجاح على مستوى الغنى زي ما حصلت عليه في التمثيل. نجومية كبيرة حققتها الفنانة سمية الخشاب سواء على مستوى السينما أو بالأخص الدراما، ولكن قدمت أكتر من أغنية أبرزها عايزك كده وبتستقوى، ولكن ما حققتش لحد دلوقتي النجاح اللي حصلت عليه في الدراما والسينما. وفي الجهة التانية عندنا أحمد الفيشاوي اللي برضو قرر يخش في عالم الغنى بلون الراب، رغم إن موهبته في التمثيل واضحة بس مش كل خطواته في الغنى كانت ناجحة، لكن أحمد مكي بقى حالة خاصة أثبت إن ممكن الفنان ينجح في التمثيل والغنى مع بعض، وأغانيه مش بس كلمات، دي رسائل وقيم بتوصل لكل الناس، وأبرز أغانيه قطار الحياة، أغلى من الياقوت، أيام زمان، وغيرهم كتير. أحمد مكي الفنان اللي قدر يحقق المعادلة الصعبة بالنجاح والجماهيرية فنيا وغنائيا. وأخيرا أميرة أديب اللي لسه بتخطو أولى خطواتها في عالم الغنى بأغنيتها كارت محروق، الناس كلها مستنية تشوفها تعمل إيه بعد البداية دي. أميرة أديب أغنيتها بتنتمي لعالم الراب، ووقت ما روجت لأغنيتها الجديدة نشرت أميرة أديب الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت عليه وقالت كارت محروق أغنيتي الأولى متاحة الآن عبر جميع المنصات. اللي بنتعلمه من قصص النجوم دي إن النجاح في الفن مش مضمون، سواء كنت فنان بتغني أو مغني بتمثل، لكن الشجاعة في التجربة والمحاولة دايما تستحق الاحترام، والوقت هو اللي هيحكم إذا كانت التجربة دي هتثبت نفسها ولا هتبقى مجرد محطة عابرة.